مرة أخرى تأتي الثورة من فوق في روسيا، ومرة أخرى يفجرها رجل روسيا القوي فلاديمير بوتين، الذي اختار هذه المرة شعار دولة قوية وشعب مترفه عنوانا لثورته. الرئيس الروسي فاجأ الصديق قبل العدو بإقالته رئيس الوزراء دميتري ميدفيديف الذي يحسب على المعسكر الليبرالي. تجاوب بوتين مع مطلب الشيوعيين وحلفائهم الذين يرون في النهج الليبرالي للحكومة المقالة سبب تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية. نحن لم نصوت اليوم لا مع ميخائيل ميشوستين ولا ضده لأننا لا نعرف الكثير عنه. سننظر إلى تشكيلة حكومته وإلى مدى تجاوبه مع خطتنا للنهوض بالاقتصاد الوطني، وعندئذ سنتخذ موقفا نهائيا. وبالحجر نفسه ضرب رئيس الدولة عصفور الاتهامات الغربية له بالانفراد بالسلطة والقرار السياسي. فإصلاح بوتين ينص على إعادة تقاسم الصلاحيات بين فروع السلطة لصالح نقل بعض من الصلاحيات الرئاسية إلى البرلمان والحكومة. ميخائيل ميشوستين رجل مهني وتكنوقراطي، وأعتقد أن حكومته ستكون كذلك، وهذا تحديدا ما نحتاجه اليوم داخليا وحتى خارجيا. لا يثير أي حساسيات بفضل سمعته كمهني كبير. لكن الرئيس الروسي ينظر إلى أبعد من ذلك. فلاديمير بوتين تهمه خلافة السلطة في روسيا وسلاسة انتقالها بعده بما يضمن استمرارية النهج الذي من فك يحدثه. هذا المبنى شاهد على التاريخ، فقد رمز إلى عظمة الاتحاد السوفيتي، وغدا معقلا لتمرد يلسن الذي سرعان ما قصفه تمسكا بالسلطة، ثم عاد له بوتين الاعتبار عندما أصبح رئيسا للوزراء، وها هو يعود ثانية إلى الواجهة بفضل الإصلاحات الدستورية التي أعلنها بوتين. سلام العبيدي من أمام مبنى الحكومة الروسية في موسكو، الميادين.